تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحتها لجرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة، ونجحت في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الإطار. أسفرت تلك الجهود على مدار شهر عن ضبط 5151 قضية مواد مخدرة، وقد تنوعت المواد المخدرة المضبوطة في تلك القضايا، حيث تم ضبط قرابة 2 طن من مخدر البانجو ونحو 557 كيلوغرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين تزن نحو 156 كيلوغرام. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 81 كيلوغرام من مخدري القات والستروكس، وأكثر من 24 كيلوغرام من مخدر الآيس، وقرابة 7 كيلوغرامات من مخدري الأفيون والفودو. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تم ضبط أكثر من 109,000 قرص مخدر لعقار الترامادول، وقرابة 13,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، ونحو 88,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب90 مليون جنيه. وعلى صعيد التصدي غير المباشر لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وهي حرمان الضالعين في هذا النشاط الإجرامي من الأموال المتحصلة منه، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة 1,273,000,000 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. هذه النتائج الإيجابية المحققة على صعيد المجابهة الشاملة لجرائم الإتجار في المواد المخدرة وما يرتبط بها من غسل الأموال تؤكد جاهزية واحترافية وقدرة الأجهزة الأمنية على حماية البلاد من محاولات إغراقها بالمواد المخدرة.